صباح الخير على حضراتكم مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. حلقه جديده من صباح اون تايم. النهارده عندنا موضوعات رياضيه كتير هنتكلم وهنناقش فيها حضراتكم. طبعا عوده مسابقه الدوري المصري الممتاز غدا باذن الله، ومسابقه مميزه وممتعه بالتاكيد. هنكون على موعد مع الجوله الرابعه ان شاء الله عبر شاشه قنوات اون تايم سبورتس. هتكلم معاكم في تفاصيل ايضا كتير جدا بخصوص ملفات عديده رياضيه. النهارده هكون معاكم لمده ساعة ونص من دلوقتي فرح علي في صباح اون تايم. البداية من عند التنديد والدعم والمساندة المستمرة من الرياضيين للشعب الفلسطيني اللي بيتعرض للحصار والقتل في أبشع صوره. امبارح أعلن محمد صلاح تضامنه مع أشقائنا في فلسطين برسالة في فيديو موجه للعالم كله عبر صفحته. وصلت عدد مشاهداته بعد نشره بساعة تقريبا حوالي 50 مليون مشاهدة. ده كان عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. وصلت لحد دلوقتي المشاهدات 134 مليون مشاهدة. تعالوا نشوف مع حضراتكم الفيديو ونرجع نكمل كلامنا. It's not always easy to speak in time like this. There has been too much violence and too much heartbreaking brutality. The escalations in the recent weeks is unbearable to witness. All lives are sacred and must be protected. The massacres need to stop. Families are being torn apart. What's clear now is that humanitarian aid to Gaza must be allowed immediately. The people there are in terrible conditions. The scenes at the hospital last night were horrifying. The people of Gaza need food, water, and medical supplies urgently. I'm calling in the world leaders to come together to prevent the further slaughter of innocent souls. Humanity must prevail. الحقيقة إنها رسالة هامة ومؤثرة جدا من محمد صلاح، نجم من نجوم ليفربول، ونجم كلمته مؤثرة. والحقيقة إن أنا عاوز أقول لكم إنه الرسالة دي بتحمل العديد من المعاني بيتم تناولها في الصحف العالمية، ومدى تأثير رسالة زي كده على القادة، وبيوجه رسالته بمنتهى الحزم وبمنتهى القوة. حصل نوع من أنواع التفاعلات على اللي محمد صلاح قاله. كتبت صحيفة دالي ميل الفرنسية البريطانية ونشرت تقرير بعنوان محمد صلاح يدعو إلى تقديم المساعدات الإنسانية لغزة. وطبعا بيحث نجم ليفربول زعماء العالم على الاجتماع معا لمنع المزيد من ذبح الأرواح البريئة. كمان أبرزت صحيفة تليجراف البريطانية بيان النجم المصري وقالت محمد صلاح بيخرج عن صمته علشان يحث على وقف المجازر في غزة. كمان قالت صحيفة دالي ستار في تقريرها عن محمد صلاح، محمد صلاح يطالب وقف المذبحة في نداء حماسي للحرب بين إسرائيل وغزة. وقالت صحيفة ليفربول يكون نداء قوي من محمد صلاح لزعماء العالم بينما يدعو نجم ليفربول إلى وقف المجازر. كمان نشرت صحيفة USA Today تصريحات محمد صلاح تحت عنوان الإنسانية يجب أن تنتصر. صلاح يدعو لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة. وكمان استعرضت الصحيفة حجم وتأثير محمد صلاح الكبير ووصفته بأشهر شخصية في العالم العربي. عنونت صحيفة أبولا البرتغالية تقريرها عن بيان محمد صلاح اليوم عن الحرب في غزة، وقالت صلاح يدعو لوقف الحرب، كل الأرواح مقدسة. الحقيقة أنه رسالة محمد صلاح مهما قلنا مدى تأثيرها وما تحمله من معاني مؤثرة في العالم كله كبيرة قوي. الكل كان في انتظار الرسالة دي. خرج محمد صلاح في التوقيت المهم جدا علشان يدعو في رؤساء العالم بوقف العنف، بأن اللي بيحصل ما فيهوش إنسانية، ضد الأطفال، ضد الأرواح. الناس محتاجة هناك مية، محتاجة أكل، محتاجة إسعافات. كل الأمور دي أبرزها محمد صلاح في رسالته بالأمس. بنقدم له كل التحية والتقدير. في نفس التوقيت منتظرين بإذن الله تحرك، منتظرين بإذن الله نشوف ناتج لرسائل مؤثرة بالشكل ده. محمد صلاح بيخاطب العالم كله. محمد صلاح هو أشهر شخصية مؤثرة في العالم، هو أسطورة حقيقية بمعنى الكلمة. خرج رجل ما هموش أي حاجة، طلع وضح رسالته، اتكلم بمنتهى الشفافية، اتكلم كمصري،
وصل رسالته للعالم، وزي ما حضراتكم شايفين الرسالة لفت العالم كله، كل الصحف بتتكلم على الرسالة في كل مكان، الصحف العالمية، وده بيأكد على مدى تأثير رسالة محمد صلاح. امبارح بنتكلم على المشاهدات، 50 مليون مشاهدة بعد أول ساعة، 134 مشاهدة بعدها، بنتكلم في أعداد مهولة. لا عارفة قيمة محمد صلاح ومدى تأثير رسالته، وعارفين قيمة الكلمة اللي بتخرج من شخصية مؤثرة بالشكل ده. نتكلم على 134 مليون مشاهدة حتى هذه اللحظة، وإلى المزيد، وإلى مزيد من التأثير، وإلى مزيد من حث القادة والرؤساء أن يكون في وقف لمثل هذه الأمور والضغوط اللي بتمارس على الشعب الفلسطيني. نروح لاتحاد الكرة اللي أعلن امبارح الوقوف دقيقة حداد في جميع المسابقات المحلية، ده هيكون خلال الثلاث أيام المقبلين تضامنا مع الشعب الفلسطيني. طبعا ده بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاث أيام. كان طبعا ده حداد على أرواح ضحايا قصف المستشفى المعمداني بقطاع غزة. الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكدت أن هذا القرار جاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وأن مجلس الإدارة بيعلن تأييده الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتخذه من قرارات لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري. كمان أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة الحداد على منصتها عبر موقع التواصل الاجتماعي تضامنا مع فلسطين، وده كمان تزامنا مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام. الأندية المصرية كان ليها مشاركة كبيرة على هذا الجانب، وأعلن نادي الزمالك الحداد ثلاث أيام وتنكيس أعلام النادي تضامنا مع الشعب الفلسطيني. أما بالنسبة للنادي الأهلي فاتخذ أكثر من قرار، منها إيقاف البث على كافة المنصات الرسمية للنادي، ودعوة أعضاء الأهلي في كافة فروع النادي للتبرع بالدم لصالح فلسطين، وارتداء كل فرق النادي الرياضية شارات سوداء في جميع الملاعب حدادا على أرواح الشهداء في فلسطين، بالإضافة إلى تخصيص العائد المالي من تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل في الدوري الإفريقي لكرة القدم لصالح إخوتنا في فلسطين. كمان دعم النادي المصري لأشقائنا كان واضح على مواقع التواصل الاجتماعي خلال رسالة دعم عبر صفحتهم الرسمية على فيسبوك، أكدوا فيها موقفهم الدعم والمتضامن مع فلسطين وضد الأحداث هناك. كمان أجرى النادي الإسماعيلي أيضا تعديل على شعاره على جميع مواقع التواصل الاجتماعي دعما وتعاطفا مع أهالي فلسطين. أما عن نادي الاتحاد السكندري فنشر صورة بتحمل شعار النادي متزينا بعلم فلسطين عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وكتب فلسطين في القلب. رسائل كتير، رسائل مؤثرة، يعني بتندد وبتساند وبتعلن الدعم للشعب الفلسطيني، بتعلن التأييد الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتخذه من قرارات دعم للقضية الفلسطينية بروحنا وبقلبنا والحفاظ على الأمن القومي المصري. كل الأمور دي تابعناها امبارح، بنتابعها خلال الايام اللي فاتت طبعا، وبالتاكيد الرياضه المصريه يعني بتقف جانبا لكل الاحداث وبتشارك في كل الاحداث الرياضيه، وطبعا الشعب الفلسطيني بالتاكيد ارواحنا ودعمنا الكامل ليه في كل الامور وفي كل الظروف اللي بيمروا بيها خلال الايام دي. خلونا نروح لماتشات الدوري اللي هترجع خلاص مرة تانية بإذن الله بكرة الجمعة والسبت والحد. عندنا 8 مباريات، هيتم تأجيل مباراة وحيدة فقط هي للنادي الأهلي واللي هيلعب بكرة مع سيمبا التنزاني في ذهاب دور ربع النهائي من دوري السوبر الإفريقي. هل هتقام قبل ما نتكلم كده عن الماتشات في سؤال مطروح، هل مباريات الدوري في مواعيدها بعد بيان وزارة الشباب والرياضة؟ طيب كشف عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات موقف مباريات الدوري المصري هتكون عاملة ازاي من اللعب بعد قرار وزارة الرياضة بتعليق الأنشطة حدادا على ما يحدث في غزة. قال عامر حسين ان مباريات الدوري المصري يوم الجمعة في موعدها وقرار وزارة الرياضة لا يشملها، واضاف امبارح في مباريات اقيمت في دوري المحترفين والنهاردة وبكرة وما فيش اي تأجيلات. بكرة الجمعة بإذن الله هيلعب فريق مصر بورسعيدي مع طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا مع فريق الداخلية.
نستعرض معاكم موقف المصري بورسعيد. المصري عنده 6 نقاط من انتصارين، خسارة وحيدة مع مدربه الكابتن علي ماهر، في المقابل طلع الجيش معاه 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة أيضا مع مدربه الكابتن عبد الحميد بسيوني. المباراة الثانية بإذن الله هتكون ما بين سيراميكا كليوباترا مع نقطة وحيدة، لاعب ماتشين فقط حتى هذه اللحظة، اتأجل له مباراته أمام النادي الأهلي، اتعادل أمام فاركو وخسر من الاتحاد السكندري مع مدربه الكابتن أيمن الرمادي. في المقابل فريق الداخلية مع 3 نقاط من فوز وحيد وخسارتين مع مدربه الكابتن ميمي عبد الرازق. تعالوا أفكركم سريعا شكل ووضع ملامح جدول الدوري قبل انطلاق الجولة الرابعة. فيوتشر في الصدارة ب9 نقاط مع مدربه البرتغالي ريكاردو وماشي بشكل مميز جدا، فاز على فارك والداخلية وطلائع الجيش. ثم في المركز الثاني بيأتي سموحة برصيد 7 نقاط، فاز في ماتشين على بلدية المحلة والمقاولون العرب وتعادل مباراة وحيدة مع الجونة. بنفس الرصيد نادي زد معاه 7 نقاط من فوزين على الإسماعيلي والجونة وتعادل وحيد مع بلدية المحلة. كمان بيراميدز في المركز الرابع بنفس الرصيد 7 نقاط من فوزين على البنك الأهلي وأمبي وتعادل وحيد مع نادي الزمالك. 6 أندية لغاية دلوقتي لم تعرف طعم الخسارة، هي أندية فيوتشر، سموحة، زد وبيراميدز والأهلي والزمالك. 6 أندية لغاية دلوقتي لم تحقق أي فوز، وهي أندية الجونة، سيراميكا كليوباترا، أمبي، فاركو، المقاولون العرب والبنك الأهلي. أكتر نادي سجل أهداف هو النادي الأهلي من ماتشين بس، سجل 7 أهداف في مرمى المصري بورسعيدي، فاز وقتها برباعية، وفي مرمى الإسماعيلي فاز بثلاثية. أقل نادي سجل أهداف هو نادي أمبي ورصيده 0 من الأهداف، خسر من الداخلية وبيراميدز بنتيجة 1-0 وتعادل مع الجيش بدون أهداف. حالة تغيير فنية واحدة في المسابقة بعد مرور 3 جولات في نادي فاركو، واللي وجه الشكر طبعا لمدربه السابق البرتغالي برونو، وتم إسناد المهمة للكابتن خالد جلال. هداف المسابقة حتى هذه اللحظة بعد مرور 3 جولات الأنجولي المتألق فوق العادة مابولولو، نجم الاتحاد السكندري، مسجل 4 أهداف، معاه في نفس الرصيد نجم النادي الأهلي ومنتخب جنوب إفريقيا بيرسي تاو، ثم المغربي أحمد بالحاج نجم سموحة مسجل 3 أهداف. دي كانت أبرز ملامح أول 3 جولات من مسابقة الدوري المصري ممتاز، واللي واضح كده إن احنا هنعيش معاه إثارة ومتعة بعد جولة بتاخد يعني كده مستويات فيها نوع من أنواع التنافس أقوى وأقوى من جولة للتانية. بكرة الجمعة بإذن الله إن شاء الله جماهير النادي الأهلي هتكون على موعد مع مواجهة مهمة جدا في أول نسخة لدوري السوبر الإفريقي. المباراة هتكون أمام نادي سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة في دار السلام بالعاصمة التنزانية. مواجهة مش سهلة، النادي الأهلي يعني هنقول عليه عنده طموحات عالية قوي قوي قوي، طموحات كبيرة إن هو طبعا يوصل لأبعد نقطة في البطولة. عنده مجموعة كبيرة جدا من اللعيبة جيدين، المصاب بيشارك اللي جاهز، طبعا زي ما حضراتكم عارفين في لاعبين جيدين منهم لاعب النادي الاهلي السابق لويس ميكيسوني بقى متواجد في سيمبا. كل الامور دي اللي بتحيط بالمباراه، مارسيل كولر بيحضر ايه للمباراه دي، بيستعد بشكل كويس جدا علشان طبعا بعد كمان ما لعيبه المنتخب المصري انضمت مره تانية للنادي الاهلي زي ما حضراتكم شفتوا على طول نزلوا التدريبات بيستعدوا، والمحترفين زي علي معلول مع منتخب تونس، اليو ديانج مع منتخب مالي اللي بيغيبوا من الاساس عن مواجهه منتخب بلدهم امام السعوديه. طب هقول لكم برضو قائمه النادي الاهلي واللي سافرت لتنزانيا ضمت كل منا. في حراسه المرمى محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف. اما عن خط الدفاع فعلي معلول، كريم الدبيس، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، اكرم توفيق، محمد هاني، خالد عبد الفتاح. اما في خط الوسط اليو ديانج، مروان عطيه، امام عاشور، محمد مجدي قفشه، احمد نبيل كوكا، حسين الشحات، احمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، ومحمد الضبي كريستو. اما في الهجوم فمحمود كهربا وصلاح محسن وبيرسي تاو. كل التوفيق للنادي الاهلي، اكيد بطوله جديده بيشارك فيها في اول نسخه ليه، اكيد عنده طموحات كبيره جدا في الفوز والتتويج باللقب دوري السوبر الافريقي. منتظره طبعا حضراتكم تتفاعلوا معنا على مدار الحلقه في صباح اون تايم في فقره اللعبه.
سؤالي لكم النهارده، توقعاتكم لمواجهه النادي الاهلي وسيمبا غدا في الدوري الافريقي، منتظراكم تتفاعلوا معي على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بشبكه قنوات اون تايم سبورتس. في اخر الحلقه بستعرض معكم ابرز التوقعات. مشاهدينا لسه حديثنا مطول، كلام كتير في صباح اون تايم، ولكن فاصل سريع ونرجع لكم مره ثانيه. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية. بالتأكيد نادي الزمالك بيستعد اليوم هام غدا إن شاء الله، كل جماهير نادي الزمالك على موعد مع الانتخابات في مصر في كل مكان إن شاء الله. 24 ساعة بالتمام والكمال بتحدد مصير جديد وعصر جديد لنادي الزمالك. انتخابات مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك الجمعة 20 أكتوبر، واللي بيتنافس فيها العديد من المرشحين سواء على مقعد رئاسة النادي أو منصب نائب رئيس النادي أو أمين الصندوق أو الأعضاء، كلهم ليهم كامل الاحترام والتقدير. لكن أتمنى أنه يضع الجميع مسؤولية نادي الزمالك وجماهيره الكبيرة فوق أي اعتبار. ربنا يوفق الجميع، يوفق أعضاء الجمعية العمومية في اختيار مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك غدا بإذن الله، ونشوف مشهد مشرف يليق باسم النادي. تحديات كبيرة بتواجه المجلس القادم. لو اتكلمنا على الأمور اللي بيستعدوا لها، أهمها طبعا فريق الكورة اللي هو هنقول عليه عنوان نادي الزمالك بصفته نادي جماهيري. يعني مشاكل كتير يمكن كانت بتواجه الفريق خلال الفترة اللي فاتت، مطلوب ان هم يحلوها، أبرزها حل أزمة القيد، المنافسة الجادة على كل البطولات بشكل مختلف تماما. ده اللي تعودنا عليه في مصر، نشوف القطبين على نفس المستوى، قطبين كبيرين نادي الأهلي نادي الزمالك في أفضل صورة تنافسية، وده اللي بيصب في مصلحة الكرة المصرية. بمناسبة الكلام في الانتخابات، اللجنة الثلاثية برئاسة الدكتور عماد البناني أعلنت أن جميع بوابات نادي الزمالك وعددها 7 بوابات كلها هتكون مفتوحة لدخول الأعضاء غدا الجمعة لحضور الجمعية العمومية. أوضحت اللجنة أن دخول الأعضاء للمقر الانتخابي بملعب عبد اللطيف برجيلة هيكون من 3 بوابات، من اتجاه بوابات النادي المطلة على شارع محمود بدر الدين، شارع 26 يوليو بجوار مسجد الحمدية الشاذلية، على أن يكون الخروج من بوابتين اتجاه بوابات النادي المختلفة منعا للتزاحم. اللجنة كمان قررت غلق مقر النادي اليوم الخميس في تمام الساعة 8 مساء، ده علشان يجهزوا النادي لإقامة الجمعية العمومية. فتح باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية غدا من 9 الصبح بإذن الله يوم الجمعة في نادي الزمالك. بكرة عندنا حدث رياضي مهم جدا أيضا، وهو ديربي القطبين، بيتزامن مع الأمور الخاصة بالانتخابات وبأهمية طبعا اللعبات الأخرى ومدى تأثيرها، خصوصا لما بتكون المباريات هامة وبتجمع قطبي الكرة المصرية أو قطبي اللعبات الأخرى سواء كان سلة يد طايرة. امبارح غدا إن شاء الله هيكون عندنا مباراة مهمة قوي ما بين النادي الأهلي والزمالك على لقب كأس السوبر المصري في كرة السلة في البحرين. دايما المواجهات دي بتشهد إثارة، وإثارة فنية ومتعة كبيرة، ونتيجة معلقة حتى الثواني الأخيرة، فضلا طبعا عن الأجواء الجماهيرية الرائعة. النادي الأهلي بيدخل المواجهة بصفته بطل الدوري المصري والكاس، وبيشارك نادي الزمالك بصفته وصيف الكاس. موعد المباراة بإذن الله هتكون في تمام الساعة 8 مساء، وهتقام المواجهة بحضور جماهيري كامل هيكون مقسم ما بين الناديين بالمناصفة ما بينهم. هقول لكم قائمة النادي الأهلي اللي أعلن عنها الجهاز الفني بقيادة الإسباني جاستي باش، وبتضم قائمة النادي الأهلي كل من عمر طارق، عمرو الجندي، مصطفى مكاوي كيجو، أحمد مهيب، عمرو زهران، محمد أبو النصر، مروان سرحان، سيف سمير، كريم حاتم، إيهاب أمين، مؤمن خيري، يوسف المعداوي، بالإضافة للأمريكي مارك يونز. أما قائمة نادي الزمالك في سوبر السلة هتضم 14 لاعب أعلن عنهم الكابتن أحمد مرعي، وهم أحمد عزب، عمر هشام، خالد عبد الناصر، معاذ أيمن، أحمد ياسر، ياسين ياسر، علي حجازي، أدهم إليدا، أحمد إسماعيل، علي عمر، محمد إبراهيم ميدو، زياد أيمن، وليد عبد الجواد، بالإضافة إلى أوجي مايو بعد ما تم تسجيله في اتحاد الكرة أو كرة السلة أمس وإنهاء إجراءات مشاركته مع الفريق. بنقول كل التوفيق للقطبين ونجوم الفريقين، نشوف مباراة كبيرة تليق بأكبر فريقين في مصر، حضور جماهيري مشرف بإذن الله في دولة البحرين.
احمد هشام دودو خلال شهر سبتمبر بيسجل مع مونبلييه 21 هدف بنسبه فعاليه بلغت 67.74%. بنقول له الف سلامه عليه، عايزينه نشوفه بيرجع اقوى، ما بيستسلمش. الامور دي بتقوي ما بتضعفش، الامور دي بتدي دفعه معنويه اقوى للاعب، بتخليه عنده تحدي اكتر في كل اللعبات. بنتكلم على اكرم توفيق، بنتكلم على لعيبه كتير قوي اتصابوا وفي عز تألقهم وفي عز توهجهم، ده بيديهم قوة أكتر وأكتر لما تيجي الإصابة عند التألق واختيار اللاعب كأفضل لاعب في الدوري اللي بيلعب فيه خلال نفس الشهر اللي بيتعرض فيه الإصابة، شيء مؤلم وصادم، ولكن ده بيقويه وبيديله عزيمة وإصرار أكتر خلال الفترة القادمة بإذن الله. يرجع سريعا ونستفيد من خبراته، وأيضا فريق مونبلييه يرجع مرة تانية يستفيد من خدماته ومنتخبنا المصري بإذن الله. امبارح اختتمت فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر الدولي الثاني للتأهيل والتعافي، واللي بيقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي، وتضمن المؤتمر إقامة ورش عمل خاصة لأخصائي العلاج الطبيعي داخل مصر والعاملين أيضا في الأندية والاتحادات الرياضية لشرح كافة الأمور المتعلقة بإصابات الملاعب من خلال نخبة من الخبرات والكوادر في الطب الرياضي على المستوى العالمي. بتسعى وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي خلال هذا المؤتمر لتبادل ونقل الخبرات العالمية في مجالات التأهيل الرياضي والعلاج الطبيعي للاستفادة منها محليا عن طريق ورش العمل اللي بتقام على هامش المؤتمر الثاني للتأهيل والتعافي، واللي هيشهد مشاركة العديد أيضا من الخبراء العالميين في العديد من المجالات الطبية. تعالوا نشوف مع حضراتكم التقرير التالي ونرجع لكم مرة تانية. ده بيتم طبعا بالاتفاق مع المؤسسه اللي موجوده، ان شاء الله هيحصل في لقاءات معاها وهيحصل بروتوكولات تعاون معاها في جميع المجالات تفيدنا. احنا دلوقتي شغالين في المشروع القومي عندنا اللي نقدر نخرج منه الابطال، بنخصص له اخصائي، هيبقى فيه اخصائي تاهيل، اخصائي علاج طبيعي، كل الكلام ده طبعا قبل كده اتعمل اخصائي معد نفسي وفي اخصائي تغذيه. كل ده بيتم بدراسه علميه دلوقتي مع موضوع الجينوم الجديد اللي مع الوزير بيدرسه دلوقتي مع الشراكه مع كذا جهه وهيئه. ان شاء الله كله بيتم باسلوب علمي عشان نقدر نتطور ونوصل المستوى اللي احنا كلنا عايزينه في مصر للرياضيين ان شاء الله. حرصنا ان احنا نستقطب كل الخبرات في مجال الصحة وفي مجال العلاج الطبيعي، في مجال اصابات الرياضة، كمان في المجالات المستحدثة في العلاج الطبيعي زي الابر الجافة والعلاج اليدوي وصحة المرأة، دي كلها مجالات مستحدثة واخدة وضعها بشكل كبير برة. حاولنا نجيب اكبر وافضل خبرات تنقلها الى المصريين هنا، وبالتالي ده بينعكس على صحة المجتمع وصحة المريض المصري. عشان كده عندنا ابحاث على مستوى العالم جديدة كلها، عندنا أوراق بحثية بتعرض في هذا المؤتمر. يمكن البداية بالجلسة الأولى اللي هي أخطر حاجة اللي بتموت الرياضي اللي هي مشاكل القلب، فأكتر حاجة مهمة إن احنا نحافظ على قلب الرياضي، الجلسة الأولى كانت بهذا العنوان. احنا بنتطرق فيه في جزئين، الجزء الخاص بالطب الرياضي وملف الطب الرياضي بوجه عام. الجزء الأول الخاص بعلاج الإصابات بمختلف أشكالها وكيفية تقييم الإصابة، واللي احنا بنتطرق له في المؤتمر دوت اللي هو الأساليب الحديثة لمنع حدوث الإصابة للرياضيين، وده جزء مهم جدا احنا بنتطرق له في مجال العلاج الطبيعي وبنستهدفه في المؤتمر الثاني او المؤتمرنا من النسخه الثانيه. ده الجزء الاول. الجزء الثاني الخاص بالتغذيه وتغذيه الرياضيين بالذات، تغذيه الرياضيين ده بي من المجالات المهمه جدا على مستوى العالم لانها بتاثر على مستوى البرفورمانس ومستوى اداء الرياضي، نمره 2 بتاثر على مستوى ادائه في الملعب والفتنس بتاعه، نمره 3 هي وجد في الاساليب او في الابحاث الحديثه ان هي بتمنع حدوث الاصابه للرياضي الشخص اللي بيبقى عنده جود سبورتس نيوتريشن او تغذيه رياضيين بشكل جيد. شكرا جزيلا على دعوتي هنا في مصر للمؤتمر الدولي الثاني. يسعدني أن أتحدث اليوم عن تصحيح الوضعية، وهي بالطبع مهمة للرياضيين لمنع الإصابات وكذلك الحفاظ على صحتهم وتحسين صحتنا بشكل كامل. وأريد أن أشجع جميع أطباء العلاج الطبيعي والمهنيين الطبيين هنا على الانضمام إلى المؤتمر الكونغرس والتعلم من هؤلاء الممارسين الرائعين، وليس لدي فرصة للتقديم فحسب بل أيضا للتعلم من جميع المقدمين هنا الذين يعرضون مواضيع متنوعة لمساعدتك في أن تصبح أفضل ممارس من أجل المساعدة في تقديم الخدمة على أعلى مستوى للشعب وللمساعدة في منع الإصابات والبقاء في صحة جيدة. هو طبعا المؤتمرات ميزتها تبادل الخبرات، ولما بنكون في مؤتمر
متعدد التخصصات زي علاج طبيعي وعظام وقلب وعلاج. كل واحد بيتناول جزء من الإنسان اللي بيتعامل معه وبيؤدي الخدمة بتاعته تجاه هذا الشخص عشان في النهاية يبقى إنسان سليم ومنتج. العلاج الطبيعي بيأهله، أنا كجراح بعمل عملية في ساعة، دكتور العلاج الطبيعي بيستلمه شهور زمن طويل قوي عشان يرجعه إنسان منتج، إنسان سعيد بحياته وبصحته. وكل واحد من الأطباء بيقوم بدوره، وكل واحد من أخصائي العلاج الطبيعي بيكمل الدور اللي بدأه الطبيب. يعني أنا وظيفتي أرجع التركيب لأصله إن شاء الله، وهو يرجع الوظيفة لأصلها باللي بيعمله معاه. مثل هذه المؤتمرات هامة جدا للرياضيين، وبالتأكيد طبعا بتأكد على مدى أهمية العلاج الطبيعي وتأثيره على إصابات الملاعب والرياضيين بشكل كبير جدا. زي ما حضراتكم عارفين بيكون موسم طويل قوي بيمر الرياضيين بيه في كل الرياضات طبعا، اللي الإصابات للضغوط لضغوط المباريات، كل الكلام ده بيأثر طبعا على العضلات الخاصة في كل جانب في الجسم. طبعا المؤتمرات دي بتفيد بشكل عام كل الأخصائيين وبتخلي ليهم يضيفوا للملاعب المصرية ولصحة اللعيبة في كل اللعبات. أروح مع حضراتكم دلوقتي للتوقيت اللي بنقول فيه أهم أخبارنا في فقرة On Fire News. أول أخبارنا من النادي الأهلي واللي بيخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم الخميس المران الأول والأخير في تنزانيا استعدادا لمباراة سيمبا والمقرر لها السادسة من مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم. بيحرص مارسيل كولر المدير الفني على شرح خطة مباراة الغد للعيبة النادي الأهلي في المحاضرة اللي هيعقدها معاهم قبل انطلاق المران، وهيتحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة المرتقبة واللي بيتطلع خلالها المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة تسهل من مهمة الفريق في مباراة العودة بالقاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري. ولسه مكملين مع حضراتكم اخبار النادي الاهلي وتاجيل حسم عده ملفات خاصه بفريق الكوره واللي ما بعد انتهاء مشاركه الفريق في بطوله الدوري الافريقي لكره القدم والمقرر لها خلال الفتره من 20 اكتوبر الجاري لحد يوم 11 نوفمبر المقبل. ورغم تواجد عده ملفات هامه في فريق الكوره بتحتاج للحسم بياتي في مقدمتها التكديد لبعض اللعيبه امثال علي معلول بيرسي تاو، وتعديل طبعا بعض عقود اللعيبه امثال محمد عبد المنعم ومحمد الشناوي، الا ان الاتجاه الغالب في النادي حاليا بيطالب بتأجيل حسم هذه الملفات لما بعد بطولة الدوري الإفريقي حفاظا على تركيز اللعيبة واستقرار الفريق. نروح معاكم لأخبار القلعة البيضاء نادي الزمالك ونبتديها من عند إبراهيم ناداي لاعب الفريق، واللي كشف مصدر داخل الزمالك أنه توجد حالة من عدم الرضا على مستوى اللاعب مع الفريق طوال الفترة الماضية. الجهاز الفني شايف أنه ناداي لم يضع الفارق مع الفريق في الفترة اللي فاتت، وهو الأمر اللي جعل الجهاز الفني يدفع باللاعب كبديل بعد الاعتماد عليه قبل ذلك بشكل أساسي. الجهاز الفني استقر على الموافقة على رحيل ناداي في يناير في حالة التعاقد مع لاعب جيد في نفس مركزه، خاصة وأنه ناداي كلف خزينة النادي مبلغ كبير وبيحصل على راتبه بالدولار. نروح لخبر مهم بخصوص قطع إعارة اللاعب أسامة فيصل للاعب نادي الزمالك المعار لفريق البنك الأهلي. كان في بعض الأمور كده اللي ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الأمر. مصادرنا قالت إنه الجهاز الفني للزمالك لم يطلب عودة أسامة فيصل من إعارته مع البنك الأهلي. اللاعب مستمر في إعارته مع البنك الأهلي لحد نهاية الموسم الحالي. كابتن مدحت عبد الهادي المدرب العام لنادي الزمالك قدم تقرير فني شامل للكولومبي خوان كارلوس اوسوري المدير الفني للفريق خلال مران امس واللي اقيم على ملعب الترسانه. قدم الكابتن مدحت عبد الهادي تقرير فني للمدير الفني عن تدريبات الفريق في اخر يومين بعد ما عاد اوسوري للقاهره خلال الساعات الماضيه قادما من انجلترا بعد رحله قصيره لزياره اسرته. ونروح مع حضراتكم لخبر هام بخصوص الأندية الأخرى، وانتظم الثلاثي عمر كمال عبد الواحد علي زعزع
لعيبة فريق مودرن فيوتشر في ميران الفريق أمس تحت قيادة المدير الفني البرتغالي ريكاردو ضمن استعدادات الفريق لمواجهة بيراميدز المقبلة بالدوري. هيستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيري فريق بيراميدز الأحد المقبل على ملعب استاد القاهرة في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز. بيتواجد الثنائي عمر كمال عبد الواحد وعلي زعزع في ميران مودرن فيوتشر أمس بعد عودة الأول من معسكر منتخب مصر والثاني من معسكر منتخب مصر الأولمبي. مشاهدينا لسه حديثنا مطول مع حضراتكم وأخبارنا الرياضية مستمرة معاكم، ولكن بعد الفاصل. أعود لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه مستكمل معاكم باقي فقراتنا. لمزيد من التفاصيل عن مباراة الأهلي غدا بإذن الله، تعالوا نعيش معاكم الأجواء أكتر ونستقبل عبر الهاتف الكابتن أحمد بنخلة نجم نادي الأهلي السابق. بنرحب بحضرتك يا كابتن، صباح الفل عليك. صباح النور عليك يا فرح، ودايما منورة، على كل صباح الفل على حضرتك، ونسعد بوجود حضرتك معنا. طبعا في البداية استعدادات هامة جدا، سواء كانت لعودة مسابقة الدوري المصري الممتاز ابتداء من يوم الجمعة غدا إن شاء الله. عندنا مباريات الجمعة والسبت والحد بإذن الله، كمان عندنا مباراة هامة جدا لجماهير النادي الأهلي غدا إن شاء الله. عايزين نعرف من حضرتك كده، ممكن الأمور الإفريقية ومدى تأثير المباريات الهامة والبطولات اللي يمكن يكون النادي الأهلي بيشارك فيها لأول مرة، مدى تأثيرها على اللعيبة والطموح عندهم هيكون عامل ازاي؟ طبعا فرح، بطولة جديدة فعلا، وهيكون فيها افتتاح طبعا البطولة، واعتقد طبعا انت عارف النادي الاهلي اكيد لما بيدخل في بطولة ما بيدخلش عشان يشارك فقط، بالعكس بيدخل عشان يلعب على البطولة، ان هو يحرز البطولة. وده شيء طبعا الحمد لله تعودناه كلنا من جمهور النادي الاهلي وجمهور مصر كله. النادي الاهلي الحمد لله بيقدر ان هو يوصل لاعلى منطقه ويدخل على منصات التتويج، وده تاريخ كبير للنادي الاهلي. خليني بس اكلمك يا فرح على ان التحضير للبطوله دي كان مهم جدا جدا من مجلس اداره النادي الاهلي، وكمان الكابتن محمود الخطيب اللي متابع كل خطوه مع الكابتن خالد بيبو مدير الكوره، ان هم كمان اعتقد ان هم سافروا قبل البعثه، بس اللي سافروا امبارح ان هم يحضروا الاوتيل والاقامه والامور كلها، وان هم كمان يشوفوا على موضوع انت عارفه طبعا افريقيا والاكل عامل ازاي، صراحه موضوع صعب جدا، وان هم كمان كان في تحصينات وفي يعني خدوا مواصلات كثيره جدا عشان الامراض هناك. الامور دي عاديه طبعا هم واخدين عليها، لكن انا بقول ان في تحضير بشكل كويس. حتى في باور من بدايه الموسم فرح، النادي الاهلي يفوز على فريقين كبار زي فريق النادي المصري وفريق الاسماعيلي، برضه ده باور لجمهور النادي الاهلي ان هو بيدي ثقه للجمهور وبيدي ثقه للجهاز الفني. كمان اللعيبه كمان يبقى عندها ثقه ان حتى الصفقات الجديده اللي كانت انها عندها الاضافه لفريق النادي الاهلي، لان انت مش بتلعب في بطوله واحده بس، انت بتلعب في اكثر من بطوله. واعتقد باذن الله بنسبه 90% او 100% مركزين جدا يا فرح، ان شاء الله باذن الله نمو حققوا انجاز جديد للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. شفنا في القائمه عوده امام عاشور، تعليقك ايه؟ هل ممكن نشوف امام عاشور بيشارك في المباراه؟ والله طبعا انا يمكن هو امام طبعا اضافه كبيره طبعا ان شاء الله، يعني بيقدم اداء جيد جدا، من اللعيبه المميزين مش بس في النادي الاهلي، لما كان برضه في نادي الزمالك فرح كان مميز جدا جدا. وانا كنت زعلان جدا، كان نفسي يكمل في نادي بتلاند الدنماركي، كان نفسي يكون حتى حاجه امتداد لصلاح محمد لمرموش لتريزيجيه، كان نفسي يكمل بالشكل ده، لكن يعني مش مشكله، يعني اتمنى ان شاء الله ان هو يكمل في النادي الاهلي برضه ويطلع من خلال النادي الاهلي على نادي اوروبي. اتمنى. لكن امام يعني لعيب مميز، لعيب عنده رؤيه كويسه قوي، امام عنده سرعات، بيقدر يكمل، بيقدر يعمل يعني هو رقم 8 فرح، لكن برضه تحس ان هو بيلعب رقم 8 ورقم 10 في نفس الوقت. صحيح، يعني بيزيد عنده مهاره التسديد على المرمى مميزه جدا. امام من اللعيبه المميزين اللي في مصر القليلين اللي بيقدر يكمل ويني على المرمى بشكل جيد، زي السوليه زي قفشه، بصراحه هو حاله كويسه جدا. واتمنى الحمد لله ان هو كانت خدمات فقط يا فرح في اصابه القدم وكان في الانكل، لكن اعتقد ان هو باذن الله ممكن يكون له دور، وممكن يكون مثلا على البنش بره موجود مع مستر الكره ويقدر يستفيد فيه بالشوط الثاني. صحيح، تمام. بس ان شاء الله انا بقول ان شاء الله ان البدايه تبقى قويه. اعتقد كمان ان حتى الجانب الهجومي عندنا قوي جدا يا فرح، بنتكلم على بيرسي تاو وعلى حسين الشحات
حالتهم اروع. يمكن ميرسي طبعا عنده مشكله ان اعتقد يعني مشكله عليه ان ابنه تقريبا مريض يا فرح، فممكن ما يكونش موجود معاهم، لكن ما اعرفش ممكن. الحمد لله اننا موجودين في كتير يعني الحمد لله. هو متواجد في القائمه، هنشوف طبعا مدى جاهزيته او مشاركته في المباراه. عايز اتكلم مع حضرتك على فكره بطوله جديده وهي الدوري الافريقي. شايف انه النادي الاهلي في ظل زخم البطولات وعدد المباريات اللي بيشارك فيها، سواء كان دوري ابطال افريقيا، البطوله دي اللي بنتحدث عنها، مسابقات الدوري المصري الممتاز، ايضا كاس مصر، بطولات كتيره النادي الاهلي. طبعا في بدايه الموسم كان السوبر الافريقي، لكن ما حصلش نصيب ان النادي الاهلي يفوز بيه. شايف انه ده بيضغط الاهلي اكتر ولا لا بيفتح نفس اللعيبه انها تحقق القاب اكتر؟ هو اخر حاجه انت قلتيها فرح، هو ده السليم، هو ده الكلام المنطقي. النادي الاهلي عنده الطموح انه يشارك في جميع البطولات. النادي الاهلي كواليتي لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده هي يعني عايز اقول لك بيلعبوا على البطوله. تمام. كمان انت بتتكلم على النادي الاهلي كاستراتيجية نادي، الكابتن محمود الخطيب، مجلس الإدارة، جمهور النادي الأهلي ما بيسعاش إلا للبطولة. كواليتي اللعيبة، أنا هرجع لك تاني على كواليتي اللعيبة يا فرح. اللعيبة اللي بره اللي مش الاحتياطي ده، اللي بره ال 18 أو اللي بره الفريق أساسي. يعني أنا بتكلم على الإمكانيات الفنية وكواليتي اللعيبة اللي على البنش واللي بره، نفس اللعيب اللي جوه. أنا بتكلم على كوكا دلوقتي، اللعيب الصغير طالع من ناشئين، لما يلعب مع ديانج ويؤدي بشكل كويس ويتم انضمامه لمنتخب مصر، دي خطوه ايجابيه طبعا. اسم بتاع الناشئين طبعا. بنتكلم على امام عاشور، لعيب محترف في نادي كبير وخلاص، وابدا انا اجيب امام عاشور تاني للنادي الاهلي، دي اضافه كبيره للنادي الاهلي. تمام. اكيد. بتكلم على موديست برضو، ان في تعليقات كثيره جدا. يعني ده كان اخر سؤال مني لحضرتك بخصوص موديست، يعني شايفينه لسه خارج القايمه يا كابتن احمد، هل ممكن ان احنا نشوف موديست بينضم امتى؟ هل هو لسه محتاج وقت كفايه؟ هل خروج موديست من القايمه هيتيح الفرصه لعوده كهربا مره ثانيه نفسيا ان هو يهدف، لانه مع شعوره ان ممكن يكون مش هيشارك اساسي او مش هيشارك كراس حرب اساسي مع النادي الاهلي ممكن ياثر على مستواه؟ شايفين بقى لنا اكتر من مباراه يعني ابتدى يبقى فيه يعني قله في الاهداف بالنسبه لكهربا. والله يا فرح، بس كهربا برضو هو يعني الفترة الأخيرة، يعني نتكلم على الموسم اللي فات، كان بيأدي بشكل كويس جدا. تمام. أحرز أهداف كتير جدا، كان برضو عامل مؤثر برضو في البطولات كهربا للأمانة. كمان لما حتى تم انضمامه الفترة لمنتخب مصر لو تفتكري، وأحرز هدف وعمل أسيست. يعني كهربا لعيب كبير، كهربا عنده إمكانيات فنية عالية جدا. صحيح. يقدر يتحرك من بين الخطوط في الدفاع بشكل كويس جدا، وكمان بينهي بشكل جيد جدا. كهربا زي ما انت قلت برضه، العامل النفسي عنده مهم، ان انا لازم اهياه نفسيا، واعتقد مستر كولر بيقوم بالشكل ده كويس. موديست انا اعتقد لسه يا فرح ما دخلش في اجواء لعيبه النادي الاهلي او اجواء مثلا الدوري المصري، او اعتقد اجواء برضه يعني مصر بشكل عام. يعتقد هو مش جاهز، انا حاسس ان هو مش جاهز لا ذهنيا ولا بدنيا، حاسس ان هو مش جاهز لسه، ان ده المهاجم الكبير اللي اتقال عليه كلام كويس جدا، لا لسه ما طلعش كل اللي عنده. مش هو ده اللي احنا يعني، مش ده المهاجم الكبير اللي احنا عارفين ان هو يقدر يمثل النادي الاهلي، لكن اعتقد لسه ما جهش. فاحنا برضو ممكن نصبر عليه شويه زي ما صبرنا على فلافيو سنه كامله. وانت فاكره فلافيو كان بدايته عامله ازاي؟ كان في تخبط وكان في انتقادات كبيره جدا على فلافيو، لكن ادى بشكل رائع وعمل بطولات وانجازات وعمل ارقام كبيره جدا لنفسه والنادي الاهلي. بالتأكيد الكل فعلا لما بيتحدث عن الجزئية دي بيتكلم على طول على نفس الجزء طبعا، وانه فلافيو ده طبعا من اللعيبة اللي أخذ وقت لحد ما يثبت نفسه. كل الأمور دي بتبقى واضحة جدا بالنسبة للجميع يا كابتن أحمد، ونتمنى كل التوفيق. بالعكس احنا عايزين موديست نشوفه بيندمج سريعا مع الفريق بخبراته، ودي بالتأكيد هيكون إضافة كبيرة جدا للنادي الأهلي، وده هيفرق معاه كلاعب وهياخد الثقة سريعا. تحياتنا ليك كابتن أحمد نخلة، لاعب النادي الأهلي السابق، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا، ودايما بنسعد بأرائك الفنية والتحليلية في صباح أون تايم. مشاهدينا لسه عندنا كلام كتير، ولكن مع ضيفنا اللي هيكون منورنا بعد الفاصل، الكابتن أحمد الجمل، لاعب النادي الإسماعيلي السابق والمدير الفني لفريق 2003، بعد الفاصل في صباح أون تايم.
عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه بنستكمل معاكم باقي فقراتنا. منورنا دلوقتي ضيفنا الكابتن أحمد الجمل، لاعب النادي الإسماعيلي السابق والمدير الفني الحالي لمواليد 2003 بالنادي الإسماعيلي. بنصبح على حضرتك يا كابتن، صباح الفل عليك. صباح الفل عليك يا فرح، وصباح الفل على كل الشعب المصري. وطبعا أول كلمة لازم أقولها يعني بنعزي أنفسنا وبنعزي الوطن العربي كله على شهداء فلسطين، ولا نملك لهم إلا الدعاء، ويعني ربنا سبحانه وتعالى في كتابه قال إن يعني للظلمة دول إن شاء الله يوم. وأنا يعني مبسوط من يعني الوحدة اللي هتحصل بسبب الموقف ده، وان شاء الله باذن الله يعني ربنا يعز المسلمين في كل الارض. اللهم امين يا رب. كابتن في البدايه منورنا، وعايزين نتكلم مع حضرتك على يعني افضل شيء اعتدنا عليه داخل النادي الاسماعيلي، وهو الجانب الخاص بقطاع الناشئين. ودايما لما بنبحث كده وندور في الدفاتر وندور في نجوم النادي الاسماعيلي بتلاقيهم كلهم كانوا ولاد النادي. الحقيقة النادي الإسماعيلي على مدار تاريخ طويل جدا بيطلع لنا نجوم أصبحوا من نجوم مسابقة الدوري المصري الممتاز، البعض منهم في يعني أصبح من نقول كده من اللعيبة اللي وصلت لسن كمان 37 و38 سنة لسه متواجدين في الملاعب لسه بيتألقوا، سواء إذا كان الكابتن أحمد فتحي عبد الله السعيد ما قبلهم، كل النجوم اللي بيشاركوا في مسابقة الدوري واللعيبة المتألقين واللي حتى خطفهم النادي الأهلي أو تعاقد معهم نادي الزمالك. لما بتبص كده وتدور على مدار التاريخ بتسعد وتفرح وتتشرف ان هم اولاد النادي الاسماعيلي. عايز اعرف من حضرتك قطاع ناشئي النادي الاسماعيلي بيحضر ايه، بما ان حضرتك المدير الفني المواليد 2003، وامتى ممكن نرجع نشوف تاني النادي الاسماعيلي بيطلع لنا نجوم حقيقيين في مسابقات الدوري؟ انت فرح انت لخصت الموضوع كله، يعني انت قلت كل الكلام اللي ممكن يتقال. لعيبه النادي الاسماعيلي فعلا على مدار سنين كان اللعيب اللي بيطلع من الاسماعيلي او المجموعه اللي بتبقى موجوده جوه النادي الاسماعيلي بيبقوا مميزين جدا وبيبقوا نجوم في الدوري المصري، وكان بيبقى كل الانديه فعلا بتتصارع على ان هم يتعاقدوا مع لعيبه النادي الاسماعيلي. انا هتكلم على الجيلين اللي انا شفتهم، جيل 90 وجيل الالفينات اللي انا يعني كان لي الشرف ان انا ابقى موجود من في وسط الجيل ده. ما فيش شك ان الجيلين دول انا في وجهه نظري كانوا من اعظم اجيال جون في النادي الاسماعيلي، يعني كانوا مميزين جدا داخل النادي ومميزين جدا مع المنتخب المصري. يعني هتكلم على الجيل اللي انا شاركت فيه، الجيل 2، كان معظم فعلا اللعيبه من ولاد النادي من قطاع الناشئين. بعد ما خدنا بطوله الدوري 2002 زي ما انت قلت بالظبط، ان كان في انديه يعني تصارعت ان هي تاخد لعيبه النادي الاسماعيلي، وفعلا ده حصل، والناس فكرت ان النادي الاسماعيلي يعني حصل يعني في عمليه تفريغ يعني، ولكن كان في قطاع قوي قدر ان هو يمد الفريق الاول بلعيبه كويسه جدا. قدروا اللعيبه ديت رغم ان هم كانوا سنهم صغير قدروا ان هم بشكل سريع يتاقلموا ويعملوا شكل محترم يليق باسم النادي الاسماعيلي. بعد 2002 احنا وصلنا نهائي افريقيا، وصلنا نهائي بطوله عربيه، وصلنا نهائي كاس مصر، ووصلنا نهائي دوري تاني في 2009. يعني برضو انا عشان ابقى بتكلم كلام بالورقه والقلم، يعني انا هتكلم على احمد فتحي زي ما انت قلتي، وحسني عبد ربه، ومحمد محسن ابو جريشه، محمد حمص، بركات. بركات كان في الجيل اللي اخذ الدوري بعد كده وبعد كده مشي. اسلام الشاطر في الجيل اللي اخذ الدوري بعد كده مشي. عماد النحاس في الجيل اللي اخذ الدوري بعد كده مشي. فبكلمك بقى في الناس اللي طلعوا بعد كده. شريف عبد الفضيل، كل انا بكلمك من ناس جوه من النادي الاسماعيلي من قطاع الناشئين. اللهم صل على مين تاني؟ عبد الله سعيد، عبد الله الشحات، عمرو السلية، ابراهيم يحيى، احمد عبد العزيز مودي، احمد خيري، انا مش عايز انسى حد، بس هم يعني انا بقول لك اسامي كتير. يعني ولا وكلهم علموا في مصر يعني. صحيح. فده كان قطاع الناشئين في النادي الاسماعيلي. اللعيبه لعبت صغيره، اخذوا ثقه كبيره جدا، اخذوا خبرات كبيره جدا، فقدروا ان بعد كده يعملوا فرق في الدوري المصري. حاليا
وهي المشكله اللي ده اخرهم زي ما حضرتك بتقول مودي، لو بتتكلم على مودي اللي لسه بياخد تجربه احترافيه حاليا. بالظبط كده. اه ده يعني مودي اكبر من عمرو السوليه كمان. اه يعني مودي اكبر من عمرو السوليه ومحمود متولي. صحيح. انا مش عايز انسى والله حد يعني كتير كتير. اه كتير جدا. فانا بقول لك ان كان اخرهم مروان محسن لما راح النادي الاهلي. يعني بنتكلم على اخر اللعيبه اللي بيتم التعاقد معاهم، اللي اقصده يا كابتن ان حتى اللعيبه اللي كانت متواجده في الاسماعيلي لو ولاد النادي او مش ولاد النادي، بس اقصد اللعيبه المؤثره اللي حتى دلوقتي ما توفقش مع النادي الاهلي، بس لما انطلق مع مودرن فيوتشر اللاعب رجع لمستواه مره ثانيه، فده بياكد على ان النادي الاسماعيلي كان عنده العديد من اللعيبه ولاد النادي وغير ولاد النادي حتى اللي الانديه بتتهافت عليهم. دي حقيقه. انا يعني انا برضه يعني عشان انت برضه اتكلمتي في نقطه برضه مهمه جدا، اللي كان اللعيب اللي بيجي النادي الاسماعيلي كان بيتالق بشده، يعني كان ممكن يبقى فيه لعيب بعد شويه، نجوميته قلت شويه، لما جه النادي الاسماعيلي رجع اقوى من الاول. صحيح. يعني برضه بقى في نماذج كتير، يعني مثلا محمد فضل. محمد فضل كان من الفراوده الجامدين جدا في مصر. انا حقيقي. يعني انا من اقوى الفراوده اللي شفتها يعني. جه النادي الاسماعيلي كنا جايبين فضل من مصر تقريبا او من الاتحاد مش فاكر بالظبط. فضل كان مشي من الاهلي وراح يعني لعب في كذا حته. لما جه النادي الاسماعيلي فضل تالق بشكل غير طبيعي يعني. وبعد كده رجع النادي الاهلي تاني. فالنادي الاسماعيلي انا ممكن اكلمك على اسامي كتير يعني. هاني سعيد انا ممكن اقول لك اسامي كتير. حتى في الوقت ده يعني تحديدا كنا من اقوى فرق في الدوري يعني. كان اللي ينقص هذا الجيل ان هو البطوله، ياخد بطوله يعني. فانا بكلمك ان المشكله اللي حصلت حاليا في قطاع الناشئين ده مش من يوم ولا من سنه ولا لا، ده من سنين كتير. تراكمات من يعني تقريبا من 2010 2011 ابتدى الاعتماد الكلي على 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 اللعيبه اللي جايه من بره، قلب اللعيبه انك انت تتعاقد بالظبط كده. واهمله اهم حاجه جوه النادي الاسماعيلي، وهو المصنع اللي بي 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 بيفرغ لك لعيبه تقدر تشتغل مع الفريق الاول، وبعد كده تقدر تجيب لك دخل كمان النادي الاسماعيلي. المصنع ده بيحتاج شغل في القطاعات. تمام. وكل قطاع بيتولاه مدير فني، وكل هنتكلم بقى على كل مواليد بيكون مهمه مدير فني ماسكها. حضرتك متولي مهمه 2003 من اهم المهام في كل الانديه، لانه ده اكتر مواليد بتطلع نجوم بيتم الاستعانه بيهم في الفريق الاول، وده اللي شفناه في نادي الزمالك، نادي من الانديه المواليد 2003 عندهم على كفاءه عاليه جدا باستثناء بقيه كمان المواليد الثانيه اللي بيتم الاستعانه منهم سواء كان 2000 او 99، لكن 2003 دايما بتلاقي ده السن الاقرب المدير الفني بيتابعه، المدير الفني بيكون يعني حاطط عينه عليه. عايز اعرف التواصل ما بينك وما بين الكابتن ايهاب جلال بيكون عامل ازاي، وايه المعايير الكابتن إيهاب جلال ممكن يحتاجها منك أو يحتاج اللعيبة اللي عندك علشان يبتدي يدعم بيهم الفريق الأول خلال الفترة القادمة؟ تمام. هو طبعا زي ما انت قلتي هو أهم سن وأخطر سن. لأن انت عارفة أن السن ده اللي ما بيطلعش فريق أول بيبقى نفسيا يعني متدمر يعني. وأنا برضو يعني هقول حاجات يعني ياريت الولاد أو كل الناس اللي في سن 2003 يسمعوا الكلام ده عشان يبقى عندهم بلان في حياتهم يقدروا يمشوا عليها. طبعا مفيش شك ان كابتن ايهاب جلال هو انت عارف ان احنا عندنا مشكله في القيد، وهو اعتماده الكلي على اللعيبه اللي كانت موجوده والناشئين. هو اوريدي في لعيبه بتلعب من 2003 في مع النادي الاسماعيلي في التشكيل الاساسي زي ادعى عسقلاني زي عمر الساعي، فدي حاجه كويسه، والاثنين ما شاء الله عليهم بيأدوا بصوره محترمه جدا. فيعني ادي دي خطوه محترمه وخطوه كويسه. ما فيش كلام ان كابتن ايهاب جلال محتاج تدعيم في خطوط معينه. لما بيبقى محتاج بيجي يتفرج، او بيبقى في تواصل من خلال كابتن محمد ابراهيم، بيبقى في تظبيط في العمليه ديت. يعني مين الفريق الاول محتاج لعيبه في اماكن او مراكز ايه، اللعيبه ديت اللي انا ممكن ارشح ممكن هم يتفرجوا ويختاروا. فالعمليه بتبقى متبادله يعني في تعاون، ولكن الكلام ده كله بيأثر. احنا قلنا هم احنا متفقين ان احنا
يعني كابتن جابر طبعا رئيس قطاع الناشئين وكابتن اشرف خضر يعني كابتن احمد عبد المدير الاداري، الناس داخلين وعارفين ان النادي الاسماعيلي محتاج شغل كبير جدا جدا جدا. يعني الله يكون في عونهم، اشكلوا قطاع بمدربين محترمين ان شاء الله ينجحوا في يعني ما هو قادم ليهم. ولكن انا بكلمك ان النادي الاسماعيلي محتاج شغل كبير. انت احنا مهمتنا مش ان احنا ناخد بطوله في القطاع، احنا مهمتنا ان احنا ازاي نعرف نطلع تاني للفريق الاول لعيبه تقدر تشتغل بصوره محترمه، تقدر النادي الاسماعيلي بعد كده يعرف يسوقهم، خلاص احنا قلنا المكنه تشتغل تاني. فهو هي دي مهمتنا. ولكن النادي الاسماعيلي لا، ناقصه حاجات كتير جدا 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 عشان يرجع تاني يبقى عنده قطاع محترم. اول حاجه ان عمليه الجذب ما بقتش زي الاول. النادي الاسماعيلي كان الاول يقول لك انا اروح العب في النادي الاسماعيلي، ده اكتر نادي بيلعب الناشئين دلوقتي، الموضوع ده ابتدى يحصل. النادي الاسماعيلي باترينا كويسه جدا، لو رحت هتشاف مش لازم العب في النادي الاسماعيلي، ممكن في نادي تاني يشوفني اتسوق من خلال النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي كان زمان برده كان بيبقى فيه الماده موجوده، في فلوس اللعيبه بتاخدها، في ملابس اللعيبه بتاخدها، دلوقتي الموضوع ده كله مش موجود. ولكن المجلس بصراحه اللي جه يعني بيحاول يعني وبيبذل مجهود كبير جدا ان هو يرجع الحاجات دي تاني. يمكن الكابتن ايمن الجمل شقيق حضرتك عانى بشكل كبير جدا في المجالس السابقه في وقت تولي القياده الفنيه لفريق النادي الاسماعيلي، وبالتاكيد يعني انتوا اكيد منظومه بتكمل بعض، واكيد حديثه معاك دايما بيتكلم معاك عن مدى المشاكل والعقبات اللي واجهته في تولي القيادة الفنية في التوقيت ده مع النتائج اللي ما كانتش مساعدة، فتعليق حضرتك ايه؟ وفعلا ايه المقارنة اللي ما بين مجلس الإدارة سابقا ومجلس الإدارة الحالي، وايه اللي يقدر يفعله مجلس الإدارة الحالي بالتعاون مع كابتن إيهاب جلال؟ اولا طبعا كابتن أيمن الجمل هو مش شقيقي بس، هو ابويا يعني، وهو استاذي في التدريب، يعني هو اللي معلمني التدريب يعني. وانا على فكره انا اشتغلت معاه، يعني انا مسكت معاه من يعني ماتشين وهو كان متولي القياده الفنيه. هو انت بتتكلمي بتقولي ان في يعني مشاكل قابلته، لا هي اكبر من كده. كان الموضوع اكبر من كده. احنا كنا يعني لما انا كنت دخلت مع كابتن ايمن في الجهاز الفني كنت انا وعمر جمال، اللي احنا كنا بنسمعه غير اللي احنا شفناه، اللي احنا شفناه اكبر بكتير جدا. يعني اجواء ما مش بتاعت شغل خالص، اجواء مش بتاعت حد ان هو يعرف يعني يشتغل مع لعيبه شغل فني، لا ده اللعيبه كانت عايزه شغل نفسي فقط لا غير. انت متخيله ان احنا داخلين على لعيب رفع قضيه على رئيس نادي ورئيس نادي رفع قضيه على لعيب، فانت المشاكل دي الموضوع بيخرج من اطار الفني للحروب بس بقى مشاكل تصفيه حسابات خلص. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان يمكن ده ابرز الكلام اللي فعلا كان بيتداول داخل النادي الاسماعيلي في التوقيتات دي، توقيتات كانت متازمه جدا وكان جداً بيعاني منها المديرين الفنيين وهم بيتولوا القياده الفنيه. يمكن ده برضو اللي عانى منه الكابتن حمزه الجمل في التوقيتات الاخيره في وقت حرج جدا لتولي القياده الفنيه للنادي الاسماعيلي. وميدو ما تنساش ميدو وكابتن احمد حسام ميدو. اعتقد الكل بيجمع على نفس الجزئيه. هستاذنك يا كابتن، عايزين بس نقول لمشاهدينا خبر حلو جدا بيسعدنا ويشرفنا ان بينجح قطاع القنوات الرياضيه بالشبكه المتحده للخدمات الاعلاميه في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لمباريات الدوري الافريقي، حيث ابرمت اداره القطاع عقد هتقدر من خلاله ان شاء الله ان هي تعرض مباريات البطوله على شبكه قنوات اون تايم سبورتس، واللي هتفتتح غدا بمباراه سيمبا التنزاني والاهلي المصري بالعاصمه دار السلام. ان شاء الله بتقام البطوله المستحدثه اللي بينظمها الاتحاد الافريقي لكره القدم بمشاركه 8 انديه من عمالقه القاره السمراء، هم النادي الاهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي، ماميلودي سان داونز الجنوب افريقي، وانيمبا النيجيري، وباترو اتلتيكو الانجولي، ومازيمبي الكونغولي، وسيمبا التنزاني. وبتجرى البطوله في الفتره من 20 اكتوبر الجاري ل 11 نوفمبر المقبل، وبتبلغ قيمه جوائزها 14 مليون و 400,000 دولار. طبعا سعداء وبنتشرف بإذاعة المباريات عبر شاشة قنوات اون تايم سبورت، وبنحيي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالمجهود الكبير والرائع جدا اللي من خلاله بنسعد مشاهدينا في المتابعة الدائمة، والمباريات بتجيلهم لحد عندهم وبيستمتعوا عبر شاشة قنوات اون تايم سبورت. كل التوفيق للنادي الأهلي المصري في البطولة. عودة لحضرتك يا كابتن مرة تانية، وأروح معاك للجزئية الخاصة بمعاناة
بيعانيها المديرين الفنيين، ازاي بقى يتم التكاتف ده في الوقت الحالي ما بين مجلس الاداره واللي حضرتك بتقول والجهد الكبير اللي هم عاملينه خلال الفتره دي بالتعاون مع الكابتن ايهاب جلال؟ شفنا ده ومدى تاثيره على قيمه النادي الاسماعيلي عند اللعيبه والتنازل عن يعني جانب كبير جدا من مستحقاتهم. الكل يعني ضحى بنص المستحقات علشان يرتدي تيشرت النادي الاسماعيلي، بعارف القيمه عشان نحط ايدينا في ايدين بعض ونوصل بالاسماعيلي لافضل مكان ممكن في الموسم ده. هو يعني النادي الاسماعيلي يعني مستو او حلاوته او ليه اللعيبه بتحبه، يعني انا بكلمك في اول حاجه الجمهور، يعني عامل الجمهور هناك اللعيبه بتبقى حابه النادي بسبب الجماهير. يعني اسماعيليه فيها جماهير محترمه قوي وجميل قوي وبيحبوا كره جدا وبيفهموا كره جدا، فاللعيبه اللي بتتنازل لا يعني مش عشان خاطر يعني ان هم يتمنظروا خالص، ده حبا في النادي الاسماعيلي حبا في جماهير النادي الاسماعيلي. بقى بالاضافه الى ان المجلس الحالي يعني بدا ببدايه مباشره جدا وهو بان هو يتعاقد اول حاجه مع كابتن ايهاب جلال. مفيش شك ان يعني الازمه او الظروف اللي بيمر بيها النادي الاسماعيلي حاليا ظروف صعبه جدا. كابتن ايهاب جلال جه مفيش قيد، اضطر ان هو يشتغل بالمجموعه اللي معاه، وانت عارف ان كان في لعيبه مميزه جدا مشيوا من النادي الاسماعيلي، صحيح، سواء اذا كان الشامي او مدبولي، شامي ومدبولي وباهر وباهر ولعيبه، لا لعيبه كتير ولعيبه مؤثره. يعني ايهاب جلال نجح بنسبه كبيره جدا ان هو عرف يعني يعمل شكل النادي الاسماعيلي من تاني. هل حضرتك راضي عن الشكل فقط ولا النتائج كمان؟ يعني النادي الاسماعيلي خسر مباراتين وفاز في مباراه واحده، وان شاء الله المباراه القادمه هتكون في الجوله الرابعه لمسابقه الدوري، هل نقدر نقول انك راضي عن الشكل فقط ولا الشكل والنتائج؟ طيب انا اول ماتش كان في الدوري كان مباراه زد، انا خرجت بعد المباراه في لايف كده مع حد يعني كده صديق عزيز عليا، وكنت بتكلم يعني لو النادي الاسماعيلي لو كان كسب كنتش هتكلم بالشكل ده، كنت مبسوط جدا جدا من الاداء، وفي حاجه كده بتبين لك ان لا في حاجه وان في نجاح وفي السنه دي هيبقى سنه مختلفه. لا ايهاب جلال عمل يعني شكل محترم، الاسماعيلي طور جدا من اللعيبه الصغيره دي، خد بالك ان الماتش بتاع زد وكل الماتش يعني بتبقى فيه 3 4 من الاولاد الصغيرين بيلعبوا، وانا ودي حاجه ما يعني بسطانه، يعني حاجه بسطانه طبعا، اللي قدر يوظف اللعيبه اللي معاه على قد امكانياتهم بالقدر المستطاع. خد بالك انت تكسب الاتحاد في اسماعيليه بالنتيجه دي وبالاداء ده، وحتى ماتش الاهلي اللي انت خسرت فيه توصلي بالاداء ده، لا اداء كويس جدا 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 جدا. فانا بقول لك لا احنا ماشيين على خطوات يعني ثابته، وانا شايف ان احنا بنتقدم جدا. هل نقدر نقول ان عدم يعني ثبات المستوى في النتائج ده سوء توفيق فقط؟ يعني ممكن من خلال الجوله الرابعه ان شاء الله، ابتداء من الجوله الرابعه نشوف نتائج افضل مع الكابتن ايهاب جلال ان شاء الله؟ انا متوقع مع القوام المتواجد حاليا والمنظومه كلها، انا متوقع ذلك، لان انا بقول لك كل الناس اللي في النادي بيشتغلوا على ان ازاي النادي الاسماعيلي ينجح. فانا اعتقد حتى لو القيد فتح لا النادي الاسماعيلي هيبقى في حته تانية خالص ما بين الدورين، وانا بقول لك ان شاء الله باذن الله هنوصل يعني نخلص الدور الاولاني واحنا بصوره كويسه ان شاء الله. 4 لعيبه رحلوا عن النادي الاسماعيلي، بتكلم على باهر المحمدي، عمر الوحش، مدبولي، وعمر كمان الشامي، شايف مدى تاثيرهم على النادي الاسماعيلي ازاي في ظل وجود لعيبه تانيين خبرات في النادي الاسماعيلي لم يستفيد النادي الاسماعيلي منهم حتى هذه اللحظه، امثال باسم مرسي، صالح جمعه، وحمدي النقاز، او حمدي النقاز هنقول عليه ابتدى، يعني ابتدى ابتدى طبعا. انت الاسامي الاربعه اللي انت قلتهم طبعا اسامي كبيره ونجوم ويفرقوا مع اي فرقه، مفيش كلام يعني، ما ينفعش الواحد يقول غير كده، ولكن انت بتتكلمي دلوقتي برضو ان على اسامي برضو كبيره ما لهاش دور يعني او لحد دلوقتي لسه ما شاركتش. هل هو ايهاب جلال يعني هو السبب ولا هم السبب؟ لا هو بالعكس، كابتن ايهاب جلال يعني جمع الشمل مره تانية، في لعيبه كانت بعيده اقنعهم بان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض ونرجع مره تانية، منهم حمدي النقاز، واقنع ان هو يتنازل عن نص مستحقاته وانه يبتدي بدايه جديده معاه زي ما بنقول كده. فالتقصير منين؟ من اللاعب نفسه يا كابتن؟ اكيد مفيش مدرب عايز يخسر، ومفيش مدرب لعيب هيساعده ومش هيديله. اكبر دليل على ما بقوله الشكل اللي النادي الاسماعيلي ظهر بيه،
النادي الاسماعيلي بقى انا بقول لك يعني لا، في اداء، في نظام، في فكر، في نتيجه. انا بكلمك ان اللي جاي هيبقى افضل بكتير جدا من السنين اللي قبل كده. انا النادي الاسماعيلي انا بقول رغم المشاكل اللي فيه حاليا، بس النادي الاسماعيلي مش هيعاني زي كل سنه يعني. وانا بقول لك احنا مشكله النادي الاسماعيلي مشكله ماديه يعني، ما واللي يقول غير كده يبقى حاليا كمان في وجود المجلس ده، ده مشكله ماديه. هل ممكن نشوف ازمه القيد بتتحل في الانتقالات الشتويه ولا ما يلحقش النادي الاسماعيلي؟ والله انا اتمنى ذلك، ولكن انت المشكله كبيره. كبيره يعني عديده واكثر من لاعب وتراكمت يعني. الرقم كبير، الرقم طبعًا كبير طبعًا. فهي مشكله كبيره. والله اتمنى من الله ان المشكله تتحل. هل ممكن نشوف لاعب زي عبد الرحمن مجدي بيتباع علشان حل ازمه زي كده ولا لا؟ عبد الرحمن مجدي بعيد تماما على انه نادي الاسماعيلي يفرط فيه حتى لو بمبلغ مالي كبير قوي. والله ده يرجع للمدير الفني حاليا. خدي بالك انت النادي الاسماعيلي اصلا يعني ما فيهوش حد عشان خاطر يعني تقدري تفرضي في لعيب دلوقتي. وحتى لو عبد الرحمن مجدي لو هيتباع ونقدر نحل المشكله الماديه اللي عندنا، اوكي، وانت هتحل المشكله هتعرفي تجيبي لعيبه ثانيه كويسه. سوبر. رغم ان عبد الرحمن مجدي من اهم اللعيبه حاليا جوه النادي الاسماعيلي. فلا يعني انا بالنسبه لي ممكن نضحي بيه بعبد الرحمن مجدي، بس بشرط ان المشكله بتاعت النادي الاسماعيلي تتحل. القيد يتفتح، مفيش مشكله. لان خلاص انت اول ما القيد بتاعك يتفتح انت خلاص انت هتعرفي ترتبي ثاني من اول وجديد. صحيح. طيب كابتن، لو رحت معاك للعيبه اللي ممكن عند حضرتك في القطاع كابتن إيهاب جلال يستفيد بيهم، لو قلت لنا أسماء بعض اللاعبين اللي شايف أو بتراهن عليهم خلال الفترة القادمة يستحقوا ياخدوا الفرصة ممكن يتم الاستفادة بيهم في الانتقالات القادمة والنادي الإسماعيلي يبتدي إن هو يدمجهم مع الفريق الأول؟ بص فرحة، السؤال ده كويس وحلو، بس أنا ما ينفعش أقول بيحبط بعض اللاعبين. طبعا. ولكن أنا بكلمك والله فعلا يعني، أنا ما فيش لعيب. عندك لعيبه كتير. لا انا ما فيش لعيب بيبقى مميز وبيأدي بشكل محترم وبرجوله ويعني هو بيبقى عايز يعني عنده طموح ان هو يبقى حاجه، الا لما لازم الكلام ده بيوصل للجهاز الفني، لازم الكلام ده بيوصل لكابتن محمود جابر، كابتن محمود جابر بيوصل لكابتن ايهاب. فلا ما فيش الكلام ده يعني. انا عندي لعيب اسمه منعم مثلا، لازم اتكلم عليه وادي له حقه. حاجه في منعم ده يبقى اكيد الكل مجمع على ان هو متالق سوبر. طب تخيلي ان منعم ده ما طلعش ولا مره فريق اول، ما طلعش ولا مره فريق اول، بس اكيد زمايله عارفين انه يستحق. مش يعني والله كل اللي بيتفرج يعني بيقول بيلعب مركز ايه يا كابتن؟ بيلعب باك رايت. باك رايت. بس ما حسك هتقولي باك ليفت. لا لا لا، باك رايت. باك رايت. فانا بقول لك يعني في لعيبه يعني منعم دوت يعني ممكن نشوفه باهر المحمدي القادم. والله مثلاً. والله يعني بص انا هقول لك على حاجه، في لعيبه كتير بس لسه قدامهم شويه هيبقوا مميزين جدا جدا جدا، بس لسه سنهم صغير يعني. الواحد حط امل كبير على الاولاد دي ان هم يبقوا هم يعني المستقبل للنادي كده، هم هيبقى الاعمده الرئيسيه في النادي الاسماعيلي. ف يعني النادي الاسماعيلي انا بقول لك ولاد، بس المشكله النادي الاسماعيلي ما بقاش زي الاول في عمليه الجذب يعني. أو يعني دلوقتي انا مثلا انا ولد صغير وسني صغير وعايز اروح العب في نادي. دلوقتي التفكير انا راح العب في النادي اللي فيه فلوس، النادي اللي ممكن يخليني مثلا احترف. لما النتائج فتره مثلا موسم واثنين وثلاثه واربعه وخمسه ممكن بيمر بيهم نادي زي النادي الاسماعيلي بقيمته، لده اللاعب بيخاف مش اكتر. لكن لما بتستقر النتائج زي ما كنا بنقول يا كابتن، وممكن نشوف نادي الاسماعيلي بيفنش حتى في المربع الذهبي خلال ان شاء الله السنوات القادمه المواسم القادمه، يبتدي نشوفه حتى من اوائل سبع انديه ست انديه في مسابقه الدوري، ده بيفتح نفس للعيبه، بنبتدي نشوف اللعيبه اللي على مستوى عالي قوي هي اللي بتنضم لنادي الاسماعيلي، ده بيرفع من النادي ومن الاسم وبيجذب لعيبه تانيين، واعتقد انه ده اللي احنا محتاجينه بنشتغل عليه الفتره اللي جايه. دي حقيقه. وبعدين خدي بالك هم جايين على خطه يعني، جايين على بلان عاملينها المهندس نصر ومع باقي مجلس الاداره، مع كابتن ايهاب، مع كابتن علي ابو جريشه، مع كابتن امام سليمان، مع كابتن جابر، مع كابتن اشرف خضر. هم متفقين على خطه. الخطه ديت طويله شويه يعني، هتاخد من 3 ل 4 سنين. بس في خلال الاربع سنين لو مشوا على الـ الكلام بمنتهى الدقه، ما فيش
يعني اي مثلا ثغره تيجي توقفهم. اعتقد ان بعد 3 4 سنين النادي الاسماعيلي هتشوف فيه لعيبه جامده جدا وهتشوف النادي الاسماعيلي كل الناس عايز تيجي الاسماعيلي تاني، لان الاسماعيلي هيبقى اكتر نادي في مصر او على عدد الناشئين اللي بيلعبوا مع الفريق الاول هتلاقيه بشكل كبير، فكله عايز يجي يلعب في الاسماعيلي، كله عايز. انت عارفه فرح الولاد الصغيرين بيبقوا حابين ان هم يلعبوا بدري. وانت عارفه ان هو خلاص يعني انت سن 17 سنه دوت او 18 سنه لو انت ما بقيتيش يعني مطلوبه في ان انت تلعبي في الفريق الاول بيبقى بالنسبه لك الوضع خطر شويه. صحيح. فالواد هيبقوا محتاجين ان هم عايزين نروح النادي اللي ممكن يلعبنا بدري، فالنادي الاسماعيلي هيبقى هو ده عمليه الجذب اللي هيبدا يشتغل بيها على الولاد ان شاء الله. على الولاد. ايه المراكز اللي النادي الاسماعيلي محتاج دعمها في الفريق الاول خلال الفتره اللي جايه؟ يعني ما يعني احنا ما لا ده وجهه نظري انا، يعني احنا محتاجين في الخط الظهر محتاجين مساك، محتاجين ديفندر، محتاجين فيرويد، يعني محتاجين وينج، يعني 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 انا ده اللي انا شايفه، يعني انا بتكلم في القليل خالص يعني من حوالي 4 5 مراكز. اعتقد لو اتحقق الكلام ده لا انا بقول لك النادي الاسماعيلي هيبقى في حته ثانيه، الدور الثاني خالص، هيبقى حته ثانيه خالص. فانا بكلمك من وجهه نظري. طبعا كابتن ايهاب جلال لا ليه هو كابتن ايهاب احنا عارفين ان هو ليه اسلوبه، فكابتن ايهاب ممكن يبقى هو محتاج في اماكن غير اللي قلتها خالص. صحيح. فده ترجع لكابتن ايهاب، بس انا دي وجهه نظري انا ان هو دي الاماكن اللي ممكن يعني يبقى عندنا فيها شويه نقص يعني. بس منتخبنا المصري قوامه الاساسي دائما بيكون من الانديه او انديه القمه، وبنقول عليهم الانديه كمان الجماهيريه. تمام. اللي دايما انت معتاد ان بيكون عندك عنصر او اتنين من الانديه دي. مع رحيل باهر المحمدي يعني مع انضمامه على فترات متفاوته للمنتخب المصري لسه بتبحث عن لعيبه ينضموا من النادي الاسماعيلي لمنتخبنا المصري يكونوا اضافه، وطبعا ده يضيف ليهم ويضيف للنادي الاسماعيلي. امتى ممكن نشوف لعيبه بتنضم للمنتخب المصري من النادي الاسماعيلي؟ يعني انت لسه قايله كلمه من شويه، النتائج هتفرق ومركز الاسماعيلي هيفرق. انت احنا في من 2000 لحد 2010 منتخب مصر لا يخلو من لعيبه النادي الاسماعيلي. صحيح. ده بسبب ان انت على طول في منافسه، انت على طول في بطوله افريقيا، انت على طول في بطوله عربيه، فاكيد ما النادي الاسماعيلي ما يعني هيتاخد منه على الاقل 4 لعيبه 5 لعيبه. يعني ما النادي الاسماعيلي بقول لك عمر المنتخب مصر ما خلي من لعيبه النادي الاسماعيلي. ولو جينا اصلا يعني مثلا في البطوله بتاعت 2008 مع كابتن حسن شحاته، اللعيبه الموجوده في الملعب اللي لعبوا في النادي الاسماعيلي عدي كده كام واحد؟ هتلاقيهم 5 6 يعني. فلا يعني النادي الاسماعيلي لو وصل تاني في مراكز متقدمه وابتدى ينافس ودخلنا بطوله افريقيه لا هتلاقي في لعيبه كتير موجوده بالتأكيد. في منتخب مصر. بس انديه كتير جدا بتمر بكبوات، ولكن لما بتكون الانديه الكبيره زي قطبي الكره المصريه او الانديه الجماهيريه بتبتدي تحتار، يعني حتى الكبوات بتنال من الانديه الكبيره زي نادي الزمالك. نادي الزمالك خلال الفتره اللي فاتت بيعاني من نفس الامر اللي بيعاني منه النادي الاسماعيلي، ولكن نفس الحدوته بتاعت القيد وبتاعت انه محتاج يعمل صفقات ويدعم فريق بصفقات، وفي نفس التوقيت النتائج غير مستقره، مشاكل في الجانب الخاص بمجلس الاداره، يعني نفس تيبيكال النادي الاسماعيلي بالظبط. تعليقك ايه؟ نادي الزمالك ازاي يخرج من المأزق ده، خصوصا ان شاء الله الجمعيه العموميه غدا هيكون في انتخابات النادي، هل ممكن مع انتخاب مجلس اداره جديد نشوف اعاده نظره مره تانية وترتيب حسابات وحل مشاكل نادي الزمالك، وايضا ممكن نشوف جانب اخر لاسوريو، ولا ممكن اسوريو نشوف بيرحل عن نادي الزمالك الفتره القادمه؟ مفيش شك نادي الزمالك زي ما انت قلتي من قطبي الكره المصريه دايما بيورينا يعني الحلاوه والجمال والكره الجميله اللي بيقدمها على طول، بيطلع لنا لعيبه كبيره جدا جدا. نادي الزمالك خدي بالك هو يعني يمكن المشكله اللي حصلت له او الكبوه اللي حصلت له الفتره اللي فاتت قدر ان هو يكتشف لعيبه كتير جدا. يعني نادي الزمالك اكتر نادي في مصر ملاعب ناشئين اخر سنتين. صحيح. وناشئين مميزين جدا وبقى ليهم اسامي جوه الدوري المصري وهيبقوا من اعمده المنتخب المصري. فدي يمكن الكبوه ديت
خليته يعني خليته ياخد الدوري ما انا بقول لك بقطاع الناشئين خليته في مباراه المقاولين الاخيره بيلعب بخمس لعيبه اساسيين في التشكيل الاساسي لنادي الزمالك من قطاع الناشئين. اعتقد ده كل دي ايجابيات ده ايجابيات كل كبيره كل الكلام ده في مصلحه نادي الزمالك. والله اتمنى ان المشاكل اللي جوه نادي الزمالك تتحل لان اصل كل الحاجات ديت بتعود في الاخر على الكوره في مصر نتائج يعني. بالتاكيد على لا على الكوره المنتخب المصري وعلى صب في مصلحه الكوره المصريه طبعًا كلها بالتاكيد طبعا 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 انت بتتكلمي انا اقول لك على حاجه الكوره في مصر لو اتدارت بتقنين يعني عملوا بلان وقدروا يعني يتخصصوا في حاجات كتير جدا جوه الانديه اعتقد ان احنا هنوصل في حته بعيده جدا لان احنا كنا متربعين على يعني على عرش افريقيا دلوقتي احنا بعيدنا ليه؟ احنا عمالين يحصل مشاكل ونروح جاي حاطين على المشاكل حاجه عشان نكمل فالمشاكل بتفضل موجوده فالمشاكل بتكبر لا احنا عايزين نخلص المشاكل اللي عندنا خالص ونعمل بلان مستقبل ونعمل بقى بلان يبقى بقى في استقرار في توجه في 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 تخصص في كل الكلام ده لو حصل الكلام ده اعتقد ان الكره في مصر هترجع زي الاول واحسن وهنرجع تاني يعني ملوك القاره يعني بالتاكيد خير وختام مع حضرتك يا كابتن احمد ان شاء الله اللي جاي يكون افضل واحسن على الكره المصريه والمنظومه الرياضيه كلها بداخل مصر ودايما بنسعد بوجود حضرتك معانا كابتن احمد الجمل للاعب النادي الاسماعيلي السابق والمدير الفني الحالي لمواليد 2003 اللي كان منورنا وكنا سعداء جدا بوجوده معانا بنتمنى المزيد من النجاحات والتالق والاستقرار داخل القلعه الصفراء. مشاهدينا وصلت معاكم للتوقيت اللي بستعرض معاكم ابرز تعليقاتكم على سؤال حلقتنا النهارده وجات لنا اجابات كانت كالتالي: إيهاب محمد فوز الأهلي 3-0. محمود أنوار صباح الخير عليك يا فرح أتوقع فوز الأهلي 3-0. آخر تعليق من عمار فوز الأهلي 3-0. إن شاء الله نشوف النادي الأهلي بيقدم أداء ممتع ومميز ويفوز طبعا بالمباراة وبنأكد على حضراتكم البطولة هتكون مذاعة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس بإذن الله. أتمنى ليكم ويك أند سعيد وأشوفكم بإذن الله بعد الويك أند وحلقات جديدة من صباح أون تايم.